السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية أبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. هذه والله من أجل منن الله سبحانه وتعالى، والأمر لا بيدي ولا بأيديكم الذي جمعنا في بيت من بيوت الله عز وجل، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وذاك فضله سبحانه وتعالى، وهذه منته علينا وعليكم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد صوته يوم الأحزاب قائلا: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجوائز الأربعة التي رتبها الله عز وجل ليس فقط على مجرد التلاوة، لا، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فخصهم الله عز وجل بهذه الجوائز. إلا نزلت عليهم السكينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السكينة شيء ينزل من عند تنزل بها الملائكة. السكينة هي طمأنينة في القلب وانشراح في الصدر ونضارة في الوجه. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة، لأن لله ملائكة سياحين في الطرقات، يعني يسيحون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا بينهم: هلموا إلى بغيتكم، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولماذا يذكرهم الله في من عنده؟ لأن الله جل وعلا كريم سبحانه وتعالى وأكرم الأكرمين، لا تعامل الله جل وعلا بشيء إلا مما يحبه الله إلا ويعاملك الله سبحانه وتعالى بغاية الجود والكرم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الموضوع الذي أريد أن أحدثكم عنه في هذه الليلة موضوع القصص في القرآن الكريم. القصص في القرآن الكريم له أهمية عظيمة وله مساحة كبيرة في القرآن الكريم، وهناك صور يعني موضوعها الرئيس القصص، فقط مقدمة ثم يأتي القصص ثم تعقيب على القصص. فمثلا سورة الشعراء هي عبارة عن إيه؟ مقدمة يسيرة جدا، ثم قصص، قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه، ثم قصة الخليل مع أبيه وقومه، ثم بعد ذلك قصة نوح و عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، ثم تعقيب على القصص. كذلك النمل، مقدمة قصص وتعقيب أيضا على القصص. فالقصص في كتاب الله عز وجل مما يعني أودعه الله عز وجل في كتابه، وبين الله عز وجل الغاية من القصص في كتابه الكريم في آخر آية في سورة يوسف، فقال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول،
أهل الفهم، أهل التدبر والتأمل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ليس كما يقول الكافرون إن هذا إلا أساطير الأولين، ما كان حديثا يفترى، يعني يكذب يختلق يؤتفك، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، الذي بين يديه من الكتب، فالقرآن يصدق الحق الذي جاءت في الكتب السابقة، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء مما أمر الله عز وجل به ومما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون. يعني لا ينتفع بهذه القصص ولا ينتفع بهدايات القرآن إلا أهل الإيمان الذين آمنوا بالله عز وجل والذين عظموا كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يدلل الله عز وجل عليه في آيات كثيرة. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين ليس لغيرهم، غيرهم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. غير المؤمن لا ينتفع، لأن الانتفاع بكلام الله عز وجل منة عظيمة خص الله عز وجل بها أهل الإيمان. وطبيعة القصص القرآني ليس كغيره، يعني أنت لما تقرأ كتاب قصص، القصص القرآني له نمط فريد وأسلوب عجيب. القصص القرآني لا يهتم بالأشخاص ولا بأسماء الناس ولا بالأمكنة، يعني مثلا في قصة أصحاب الكهف، أين هذا الكهف؟ ذكر الله سبحانه وتعالى؟ لا، لم يذكره الله جل وعلا. أسماء أصحاب الكهف؟ لا، طواها الله جل وعلا. فقط يذكر الله جل وعلا مع أصحاب الكهف الكلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وذكر الكلب هنا فيه مهم جدا، فيه أمر مهم. الكلب حيوان وضيع، يمكن لعلي في الدرس الماضي حدثتكم عنه في المثل الذي ضربه الله عز وجل في سورة الأعراف. نعم، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالكلب أصلا لماذا يذكره الله سبحانه وتعالى؟ حتى يبين الله جل وعلا مع كونه حيوانا وضيعا، إلا أن الله جل إلا أن صحبة الكلب لهؤلاء الصالحين رفعت هذا الكلب حتى ذكره الله سبحانه وتعالى مع أصحاب الكهف. فتفهم يعني كلب انتفع بصحبة الصالحين فقط. والكلب وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لماذا يذكر الكلب هنا؟ ليبين لك ذلك، يبين لك أن شرف الكلب هنا مع كونه وضيعا إلا أنه لأنه يصحب الصالحين، كما قال ابن مبارك: أحب الصالحين ولست منهم، وأكره الطالحين وأنا شر منهم. إذن طبيعة القصص القرآني فقط يهتم بموطن العبر وبموطن الهداية وبالتأكيد على الفائدة. والقصص في كتاب الله عز وجل بيتكرر. قصة موسى صلوات الله يعني يا سلام عليه، يعني جاء إشارة منها في يعني سورة البقرة، إشارة سريعة، وجاء تفصيل قصة موسى في سورة الأعراف. نعم، وبعد الأعراف جاء في هود، وبعد هود جاء كذلك في إبراهيم طرف في أول السورة، وكذلك تفصيل آخر في سورة طه، وهكذا، وجاء تفصيل منه في الشعراء وفي النمل والقصص وهكذا. لكن كل موطن تتكرر فيه القصة ليس هناك تكرار للقصص، وإنما يذكر مقطع من القصة يدلك على فائدة وعبرة محددة أرادها الله عز وجل أن ينتفع الناس بها
إذن ليس هناك تكرار، لأن القرآن كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فكلام الله ليس ككلام بشر. إحنا ممكن نتكلم مع بعض، أنا وأنت نتكلم ساعة مثلا، يصفو الكلام على الفائدة منه على 10 دقائق وربع ساعة ثلث ساعة، لكن كلام الله جل وعلا كل حرف منه بقصاص مستقيم، حرف واحد حرف واحد بيضيف معنى أو يؤخر معنى. بعض الجهلاء، وهذا استطراد ليس موضوع الحديث، بعض الجهلاء مثلا بيروج على عوام المسلمين، ناس وناس من النصارى على المواقع الانترنت ونحو ذلك، فيأتي على عوام المسلمين أنهم ليس عندهم علم بالقرآن ولا باللغة، يقول عندك في سورة يا زمر، نعم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الآية يقول ولما يأتي على حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها، ولما يأتي على أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فيقول له شوف انظر هذا اختلافهم. وهو جاهل، هو جاهل، ويعني وهو يعني يروج على يعني هذا الجاهل علم من اللغة شيئا ولم يعلم أشياء كثيرة. الواو هنا بقى اللي ذكرت هنا في سورة، لماذا ذكرت مع أهل الجنة ولم تذكر مع أهل النار؟ هذا الجاهل لم يفهم أن قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها، مجرد أن يأتوا يصلوا إلى النار وتسوقهم، طبعا سوق الملائكة، الملائكة اللي بيسوق واحد في الخلف مش في الأمام، اللي بيسوق الغنم بيعمل إيه؟ أمام الغنم ولا خلف الغنم؟ في الخلف عشان حتى يتحكم فيهم. كذلك السوق هكذا، فالملائكة يعني تسوقهم بالسلاسل وهم مقيدون في السلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، تسوقهم إلى النار مجرد أن يأتوا النار حتى إذا جاءوا فتحت أبوابه مباشرة، صلى الله السلامة والعافية. أما أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هنا الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. يعني إيه؟ يعني لما يكون في حرف زائد يبقى في معنى زائد هنا، المعنى الزائد هذا فصلته السنة، يعني في حاجة في شيء هيحدث قبل فتح أبواب الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إيه هنا بقى الواو؟ الواو السنة فصلت ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث صحيح إذا خلص المؤمنون من الصراط، والصراط هذا جسر على جهنم، الصراط جسر يضرب على جهنم تحت جهنم، وحفتي الصراط ملائكة معها كلاليب تختطف الناس بأعمال من فوق الصراط جسر. صفة هذا الجسر كما قال أبو سعيد في وأثره في صحيح مسلم، قال بلغنا أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، صلى الله السلامة والعافية، كربة كبيرة جدا، صلى الله جل وعلا أن يفرج عنا وعنكم وعن المؤمنين جميعا كرب يوم القيامة، هذه كربة عظيمة جدا. الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، الشعر أدق من هذا الجسر وأحد من السيف، تمشي عليه كيف تمشي عليه؟ الذي يمشي الأعمال تجري بهم أعمالهم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص طبعا في على الصراط لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ رب سلم سلم، يعني في الموطن ده انعقدت الألسنة عن الحديث. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ رب سلم سلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الناس أصناف في المرور على الصراط، منهم من يمر كالبرق
ومنهم من يمر كأجاويد الخيل يجري جري على الصراط، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من ينكفئ مرة فتلفحه النار ثم يقوم يمشي فينكفئ وتلفحه النار هكذا حتى يمر من الصراط، ومنهم الذي يكردس في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فالموطن ده بقى لا هينفع الجاه ولا السلطان ولا الدنيا ولا الأموال ولا كل شيء، خلاص هنا حقت الحقائق. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. وقفوا بعد الصراط لن يدخلوا الجنة، وقفوا على قنطرة بين الجنة بعد الصراط قبل الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يبقى الواو هنا جاءت ليه؟ تثبت لك المعنى ده، تثبت وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الواو هنا تدلك أن في شيء هيحدث لأنها لم ترد في الآية الأولى، فالجاهل لا يفهم. نعم. ثم ان يعني كم تحدى الله عز وجل قريشا، وقريش يعني لم يكونوا يعني كامثال هؤلاء المجرمين، قريش كانوا متربعين على عرش البلاغه والبيان، ملكوا نواصي اللغه، وتحداهم الله عز وجل على مدى 23 عاما ان ياتوا بسوره واحده من القران. تحداهم في مكة ولا ما تحداهم؟ تحداهم في مكة في القرآن كله، في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم في هود بعشر سور، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات. وتحداهم في يونس بسورة واحدة، نعم، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة واحدة، وأقصر سورة في القرآن كم آية؟ أربعة. لا، ثلاث آيات. أبعت لي يا شيخ، نحن بنألف. أقصر سورة في القرآن: إنا أعطينا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات. فتحدهم الله عز وجل في أقصر سورة، وأعطاهم فرصة كمان، فرصة أكبر في المدينة في القرآن المدني في سورة البقرة. بعد كم سنة؟ بعد 13 عاما في مكة، ونزلت البقرة كمان في 7 أو 8 سنوات، فتحداهم في البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا يشكك أحد في كلام الله عز وجل على مر التاريخ، وهذا كلام الله في مشارق الأرض ومغاربها مع كل عداوة الكفار للمسلمين. هل استطاعوا واحد منهم أن يزيد حرفا في كتاب الله؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن القصص في القرآن له إيه؟ له طبيعة. من القصص العظيم جدا في القرآن، هو موضوع الدرس كله، هذا كان مقدمة فقط حتى يعني تعلموا عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن كتاب الله عز وجل يقول الله جل وعلا في شأنه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه مجدكم، فيه ثناؤكم، فيه رفعتكم، أفلا تعقلون؟ يعني أفلا تعقلون؟ لماذا حدتم عنه؟ لماذا اتخذتموه وراءكم ظهريا؟ ولذلك اشتكى النبي صلوات الله وسلامه عليه شكاية عظيمة لربه سبحانه وتعالى. كيف قابل هؤلاء المجرمون نعمة الله عليهم؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أنزل أرسل لهم رسولا منهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه خير كتبه وأفصحها بيانا وأعظمها إعلاما. فهؤلاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. صلى الله السلامة والعافية. إذن الهدايات القرآن هذا شكاية النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيه وقال الرسول أنا خايف والله العظيم أنا خايف الشكوى دي تقع على أغلب الجالسين في المسجد ده. ربنا سلمنا وإياكم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ترك تلاوة كتاب الله جل وعلا هجر للقرآن. ترك التأمل وتدبر في كلام الله عز وجل هجر للقرآن. ترك التحاكم لكتاب الله عز وجل هجر للقرآن. أن يتخذ كتاب الله عز وجل وراء الناس ظهريا هجر للقرآن. كل هذا كله من أنواع الهجر. ما كان يفعله المشركون حين يتلى القرآن فيتكلمون بكلام وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني تكلموا بأي كلام حتى لا تسمعوا من أعظم الهجر. المجرمون الآن الذين يتكلمون على الشاشات وهم من السفلة الرعاع الذين يقولون نحن نعلم أن في القرآن أخطاء لكننا نحجم عنها حتى يعني لا يثور علينا الناس. القرآن أخطاء ورب العالمين يقول في كتابه الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد. أين يأتيه الباطل؟ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا إله الكون الذي دانت لعظمته الرقاب الذي يعلم السر وأخفى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. القرآن أخطأ. الله أكبر. إذن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف علق الله عز وجل على هذه الشكاية؟ وكل من هجر كتاب الله جل وعلا على أنواع الهجر التي سمعتموها له حظ من شكاية النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أجابه الله عز وجل؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فدل التعليق هذا من رب العالمين يعني ما يحدث معك حدث مع كل نبي ودل على أن هجر القرآن جريمة ولا لا؟ جريمة. لأن الله جل وعلا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فدل على أن هجر القرآن جريمة. وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى به سبحانه وتعالى هاديا يهديك وناصرا ينصرك على شانئيك. أنا قلت لكم إن هذه الآية حتقع جزء كبير منها على جزء كبير من الناس اللي في المسجد. تعرف من هجر القرآن إيه اللي بيحصل؟ القرآن بيكون موجود في البيوت في دولاب مغلق عليه ويكون عليه التراب ولا يكاد يفتحه لا يكاد يعرف الناس كلام الله جل وعلا إلا في المآتم إلا عند الموت. والقرآن هداية للأحياء فإذا مات المرء قامت قيامته فكيف ينتفع به. لكن فأعجب كيف قلب الشيطان الموازين عند الناس صاروا لا يعلمون القرآن ولا تذكرونه يشرب القهوة السادة ويسمع القرآن والقرآن عنده مرتبط بإيه؟ بالموت فقط لكن لا يرتبط لا يعيش.
أما القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان القرآن هو شعار الحياة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق القرآن على أصحابه، الوحي ينزل بالقرآن يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، الأسير يقرأ عليه القرآن، الوفود تقرأ عليها القرآن، المجامع يتلون كتاب الله عز وجل وتدرسونه بينهم، في الليل يسير النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة، البيوت كلها عامرة عامرة بالقرآن، لم تكن فيها مثل هذه المصابيح، لكنها كانت عامرة بالقرآن. كل البيوت يسير النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع قارئا أن يتلو كلام الله عز وجل فيقول يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها. فالبيوت عامرة بالقرآن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح إني لأعرف رفقة الأشعريين من أصواتهم بالقرآن في الليل، وإن كنت لأعرف منازلهم بالنهار. يعرف مكان الأشعريين، قوم أي موسى الأشعري وقوم كانوا مشهورين بالعبادة وتلاوة القرآن، يعرفهم في الليل فقط. لماذا؟ من أصواتهم بالقرآن، وإن كنت لأعرف منازلهم في النهار. هكذا كان القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون القرآن في حياة المسلمين. فلذلك القرآن عندما يوضع في السيارة في الخلف، يوضع في خلف السيارة، أليس هذا من هجر القرآن؟ خلف السيارة، ومن ينتفع به خلف السيارة؟ هو هذا فقط للناس، يعني تراه للناس والشمس تفسد الصفحات يعني المصحف ونحو ذلك، والبيوت والناس بتكبر وتهرم وتشيب، وهو لم يحفظ جزءا واحدا من كلام الله عز وجل. وانت بتعمل ايه يا عم في الدنيا؟ انت ماذا كنت تفعل في الدنيا؟ هو انت في الدنيا انتم جميعا فهمتم حقيقة الدنيا؟ الشباب اللي هو امامي ده ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويثبتهم، والكبار احنا فاهمين يا اخواننا احنا موجودين لماذا وجدنا في هذه الدنيا. انت في الدنيا هذه مختبر مبتلى، بتختبر وتبتلى، فانت في الدنيا مختبر مبتلى بتمتحن. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم، الآية دي هتفهمها إيه؟ هتفهمها لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت الأولى فالأخرى على إثرها قريبا. أول الآيات الكبار للساعة هما هاتان الآيتان طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا بعد الفجر بعد طلوع الشمس. وأيهما خرجت كانت الأخرى على إثرها قريبا. الآيات دي اسمها الآيات الكبار للساعة. لما تخرج هذه الآيات ما الذي سيحدث؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم في الأنعام يبين لك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها قيرا. فانتظروا إنا معكم منتظرون. إيه اللي حصل بعد خروج هذه الآيات؟ هيختم على كل واحد بالعمل. يعني بعد ما تظهر هذه في ظهور هذه الآيات، المؤمن مؤمن والكافر كافر، انتهى. لن يتحول واحد من الكفر الإيمان ولا من الإيمان لكفر. ختم على الناس اللي في القلب، ختم عليه. فلذلك يقول الله جل وعلا وإذا وقع القول عليهم، إذا وقع القول عليهم يعني أنت خلاص نزول، وقع القول عليهم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لما حيأتي هذا اليوم الدبة هتخرج على الناس، هتكلم الناس، دبة من الدواب لكنها تكلم الناس. تكلمهم بماذا؟ أن الناس كانوا بآيات الله
لا يوقنون لا يصدقون، ولذلك الدابة تكلمهم حتى تعلمهم أنها من آيات الله. دابة تتكلم، ولما حتتكلم حتقسم الناس ده مؤمن وكافر. أسأل الله السلامة والعافية. حتى قال المفسرون إذا جلس الناس على خوان، يعني على صفرة، فالمؤمن معروف بسيماه والكافر معروف بسيماه، فهذا مؤمن وهذا كافر، فيقول الناس يا مؤمن أعطينا كذا ويا كافر أعطينا كذا، خلاص ختم. الدبة دي ختمته. احنا منتظرين ايه؟ بادروا بالأعمال ستا، الدخان والدجال والدبة وطلوع الشمس من مغربها وخاصة أحدكم وأمر العامة، الحديث في صحيح مسلم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فهم يوزعون يعني إيه؟ يعني يجمع أولهم على آخرهم كله في مكان واحد، يكفون عن الحركة. معنى فهم يوزعون يعني يكفون عن الحركة. الوزع في كلام عربي الذي يكف الناس. حتى إذا جاءوا حيسمعون هذا الكلام من رب العالمين كل الخلائق. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ لما تعيش في الدنيا 60 سنة ولا 70 سنة ولا 50 سنة ولا 40 سنة وأنت لم تفتح مثلا، لم تتعلم معنى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يا سيدي يقول له والله أنا لا أقرأ لك. يا عم اسمع، ليس عندك حجة، اسمع يا عم، اسمع ذات القرآن الكريم، في آيات وتفسر وتفسير، اسمع وروح اذهب للمسجد. ليس هناك أحد مننا يا إخواني عنده حجة على الله. ليه؟ لماذا؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مش حجة خلاص. ها؟ ويعني كما قال جل ويوم يبعثهم جميع ويوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. احلفوا لرب العالمين. ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. لماذا؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هي المسألة، أنت أمام رب العالمين تروح فين؟ أمام رب العالمين أين تذهب أمام رب العالمين؟ اللسان هيكذب خلاص، اللسان لن يتكلم، الأيدي تتكلم والأرجل تتكلم والجلد الذي يتكلم. نعم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تروح فين من جلدك؟ تروح فين؟ اللي قتل ده ولا اللي سرق ولا اللي نهب ولا بغى على الناس ولا استطال على الناس ولا أخذ دماءهم ولا سفك دماءهم أم أنه انتهب أموالهم؟ حتى إذا ما جوا شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني الشاب اللي كان بيجلس على الإنترنت في الليل كده عينه هتشهد عليه، عينك ستشهد عليك بين يديه. الأذن اللي كانت بتستمع للأغاني المحرمة والكلام الفاحش، الأذن دي هتشهد عليك. واليد التي غصبت أموال الناس أو سرقت أموال الناس أو استطالت على الناس أو بطشت بالناس، اليد دي هتشهد عليك. تقول أنا ضربت وقتلت وسفكت وفعلت، اليد هتنطق والأرجل اللي انت ماشي عليها هذه هتشهد. في يوم كذا رحت لكذا وفي يوم كذا عملت كذا وفي يوم كذا، والجلد اللي بينك ده جلدك ده هيشهد عليك. تعمل تروح فين بقى انت؟ حتى إذا ما جوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يوم وقالوا لجلودهم بعد ما يخلم عنهم بقى النطق بعد الشهادة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، يعني لن تتخفوا، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا. طب يطلبوا العتاب يعني من رب العالمين، طب اعتبني يعني احنا أخطأنا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى. هنا في الموطن ده ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فأنت منتظرين ماذا؟ منتظر الموت يعني يأتي؟ طب ولما يأتيك الموت ماذا تفعل؟ خلاص انتهت القصة، انتهت الحكاية، أغلقت صفحتك، ما يأتي الموت خلاص، قامت قيامتك. لماذا قامت قيامتك؟ لأن كل شيء حتراه، تسأل في قبرك، تسألك الملائكة وتبين لك مقعدك في الجنة أو مقعدك في النار، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوتي في الدنيا أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبا، وأن يستر عوراتنا ويؤنس روعاتنا. إذن كل المقدمة اللي أنا بكلمكم فيها دي كلها لأجل القرآن، لتعظيم القرآن. القرآن كل يوم لازم تفتح كلام الله جل وعلا تقرأ كل يوم جزء. ما تقول لي أنا مشغول وعندك شغل وعندك كذا، أقول لك أنت حر وأنت هتمني على الله سبحانه وتعالى. اقرأ يا عم تيسر ما تيسر لك، المهم أن أنت لا يمر عليك يوم دون أن تنظر في كلام الله عز وجل. لأن أن القلب هذا يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى جلاء، والقرآن هو جلاء القلوب الذي يشفي أمراض القلوب ويزيل صدأ هذه القلوب. قصة لنا في عجالة قبل أن يعني تؤذن العشاء، القصة هذه هي قصة ثمود، وثمود تكررت قصة ثمود قوم صالح نبي الله صالح، وقصة ثمود تكررت في القرآن، ذكرت في الأعراف، وذكرت كذلك في هود، وذكرت كذلك في الشعراء وفي النمل. وأنا فقط وكل مرة بيذكر فيها قصة لهداية معينة. أنا هأخذ فقط القصة من سورة النمل. ثمود قوم صالح كانوا يسكنون في مدينة الحجر، والحجر دي بينها وبين المدينة حوالي 700 كيلومتر على طريق تبوك، أقرب المدن للشام، إلى اليوم موجودة. إلى اليوم معروفة الآن بمدائن صالح. حترى الجبال محفور فيها الأبواب، البيوت في داخل الجبال والنوافذ. وهذا الذي ذكر الله، كذبت ثمود المرسلين في الشعراء إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. يعني النخل بيطول لما يخرج لهم هضيم مهضوم لا يحتاج إلى أي عناء، سبحان الله، لا يأخذ وقتا عن يعني في حتى يطيب الثمر، مجرد يخرج لهم يعني طلعها هضيم مهضوم لا تحتاج إلى عناء في أكله. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين على مهارة عالية، ينحت في الجبال بأيديهم، مكنهم الله جل وعلا، ومع ذلك مع كل هذه النعم كفروا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول في النمل بقى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وأخاهم صالحا صالح منهم، والأخوة تقتضي إيه؟ لما ربنا عز وجل إن شاء الله يصلح ذرياتكم جميعا ويطلع منك كده أخوك الحمد لله على التقوى وعلى الإيمان، فالأخوة تقتضي التلاحم والتعاضد والتآزر والتناصح والقبول. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، يعني هو قال لهم إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
يعني معنى ذلك أن يعبدوا الله. ما الذي حدث؟ أبرهم بعبادة الليل لأنهم كانوا كفار. مع كل هذه النعمة التي سمعتموها كانوا كفارا بالله سبحانه وتعالى، يعبدون الصنم والوثن والحجر من دون الله. أن يعبدوا الله، وهكذا يرسل الرسل، ودعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلها واحدة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد رسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل دعوة الرسل واحدة. نحديك مثال مهم جدا للإخوة اللي هم حفظوا، اللي هم يعني حفظت القرآن، سورة الشعراء. كل مقدمة قصص المرسلين هي أربع آيات لا تتغير. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. أربع الآيات الأول دول متكرر، كل القصص متكرر. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، مع أنكم كذبوا كم واحد؟ انتصف. هو قوم نوح كان عندهم كم واحد؟ ورب العالمين يقول ايه؟ الله، كذبت قوم نوح المرسلين. طب هو لم يكن لهم الا رسول واحد. كذبت عاد المرسلين ولم يكن لهم الا هود. كذبت ثمود المرسلين لم يكن لهم الا صالح. كذب اصحاب الايكة المرسلين ولم يكن لهم الا شعيب. الله، لماذا هذا الجمع؟ لان دعوة الرسل واحدة، وتكرار الآيات في القصص كلها ليدلك على أن دعوة الرسل صلى الله عليه وسلم كلها دعوة واحدة لا تختلف، مضمونها واحد لا تختلف. رسالات الرسل في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله عز وجل لا تختلف أبدا. ولذلك الآيات كلها على نمط واحد، لأن الرسالة واحدة، رسالة واحدة. نعم. فلذلك دعوة الرسل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. فإذا هم، ما الذي حدث لما دعاهم إلى عبادة الله؟ فإذا هم، إذا هنا فجائية، يعني فيها تعجيب، فيها تعجب. كان المفروض الناس تعمل إيه؟ يطيعون يا أخاهم صالحا ويؤمنون بالله. لا، حدث انقسام بين الناس. فإذا هم فريقان يختصمون، فإذا هم فريقان يختصمون، فريق الإيمان وفريق الكفر. دعوة قسمت الناس، فإذا هم فرقت بينهم. صار هناك المؤمنون الذين آمنوا بصالح ودعوته، وهؤلاء هم المؤمنون، وصاروا الكفار اللي هم عادوا نبي الله صالح. فإذا هم فريقان يختصمون. هو المعنى ده مذكور في الأعراف بقوله قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يبقى هم كانوا إيه؟ فريقانهم أمام بعض. أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولماذا يقول الله جل وعلا يقول يختصمون؟ هنا يؤصل الله عز وجل قاعدة عظيمة من أهم قواعد الدين، وهي قاعدة الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه، الولاء لله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكتبه وللمؤمنين، يعني المحبة والنصرة والمتابعة لله ولرسله ولكتبه سبحانه وتعالى وللمؤمنين، والبغضاء والعداوة والخصام مع الكفار الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. والمعنى هذا، وهذا المعنى هو ده الذي قصده الله جل وعلا. فإذا هم فريقان يختصمون، في خصام بينهم. وحتى تعلم هذا المعنى جيدا، في سورة الممتحنة قال الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده
إلا قول إبراهيم لأبيه استثناء هذا، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لأن إبراهيم عليه السلام ترك أباه لأنه كان يظن أنه هو حيؤمن، لذلك في التوبة يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، هلك على الكفر فتبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن هذه العلاقة، العلاقة لا يمكن أبدا تكون تزعم أنك تحب الله سبحانه وتعالى وتوالي أعداء الله، تحبهم وتنصرهم وترفعهم، لا يمكن أبدا. كيف؟ نعم، لا تجد قوما في أواخر، في أواخر صورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يمكن. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن هؤلاء هو هذه العلاقة التي ينبغي أن تكون. ولذلك في الأنفال يحذر الله جل وعلا من الخلل، من وجود الخلل في هذه العلاقة، من الخلل في مسألة الولاء والبراء. لأن إيه اللي يحصل لما المسلم يوالي أعداء الله جل وعلا ويوالي أعداء أمته؟ يحدث خلل عظيم، يحدث إعانة للكفار على المسلمين. ولذلك في الأنفال يحذرهم الله جل إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، هيغلب أهل الفساد. هو ليه الولاء والبراء؟ عشان لما تعادي دولت هم يفوقهم، يفيقون من الغي اللي هم فيه، فيحاول يرجع. انت ليه بتعاديني مع عديك؟ لان انت ليه؟ لماذا؟ لانك تجعل الالهه، تجعل مع الله الها اخر، تجعل لاله ابن وولد وزوجه، ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذه العلاقة. ولذلك في الحج يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم، أهل الإيمان وأهل الكفر، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب، كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إذن هذه العلاقة. فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لم تستعجلون بالسيئة؟ لماذا تطلبون العقوبة من الله؟ لأنهم كانوا يستعجلون العذاب، كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لماذا تستعجلون بأن ينزل الله بكم نقمته، كقول كفار قريش وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الله، طب لماذا لم يقولوا اهدنا؟ الله، اللهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعمل إيه الإنسان العاقل؟ اهديني له، لا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي عقول هذه؟ قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفر قبل الحسنة؟ لماذا تستعجل بالعقاب؟ ولماذا لا تأخذون حظكم من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذه الحسنة؟ ليه تستعجل بالعذاب؟ لماذا؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فلو استغفرتم الله سيرحمكم الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه المترتب على الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. خطاب رقيق ولا لا؟ وكذلك تتعلم الدعاء لما تخاطب الناس تخاطبهم برقة ولطف مهما كانوا كفارا. والخطاب لابد يكون رقيقا، لأن الخطاب الشديد اللي فيه تعنيف للناس الناس لن يقبلوه، لأن النفس مجبولة على محبة من
من أحسن إليه وبغض من أساء إليه. ما تسألش للناس نتيجة مثلا قوم العصاء أنت كذا وأنت كذا، لا 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 اصبر عليهم. كلام بهدوء وحلم، كن في مودة كده يسمع كلامك يعني. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، ماذا أجابوه هذا الخطاب الجميل اللين يا رقيق؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك. انت تسمع الله أكبر الله أكبر في الأذان دايما، لكن لعل الكثير منكم لا يتأمل هذه الكلمة جيدا. الله أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيء، أكبر من السماء، أكبر من الأرض، وأكبر من الجبابرة، وأكبر من الطغاة، أكبر من كل شيء. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أرض كلها تكون في قبضة ربنا سبحانه وتعالى، هتكون أكبر من الأرض. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. وهتسمع في هذه القصة معنى هذه الكلمة فعلا، الله أكبر، أكبر من الظلمة ومن الطغاة ومن المجرمين ومن العتاة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لما دعاهم هذا الخطاب الرقيق ماذا أجابوا؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني تشاءمنا بكم. فكل مصيبة تحدث لهم بسبب شؤمهم هم وبسبب ذنوبهم، يقول هذه بسبب صالح. هم دول جماعة، دول هم الشؤم كله. اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا بكم جميعا. والتشاؤم ده مسلك من مسالك الكفار، ليس من مسالك المؤمنين. دائما يحكيه الله سبحانه وتعالى عن الكفار كما حكاه في ياسين عن قالوا اطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فده هذا مسلك. أما مسالك المؤمنين لا 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 يتشائمون أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إيه؟ يعجبه الفأل. يسمع كلي يعني إيه الفأل؟ يعني مثلا في صلح حديبية جاء سهيل بن عم، رجل اسمه إيه؟ اسمه سهيل. قال جاء سهيل بن عم سهل لكم أمركم، خلاص يعني هو تفاءل بالكلمة. التفاؤل هو ده معنى التفاؤل. تسمع كلمة حسنة يا الحمد لله، والله واحد سلم عليك مثلا وناصر يبقى ربنا هينصرك إن شاء الله، وواحد مثلا اسمه كده جميل عبد السلام يبقى ربنا يحل علينا السلام. هو ده التفاؤل، هذا معنى التفاؤل ضد الطيرة. الطيرة من شيم الكفار، لكن التفالك من أهم مسالك المؤمنين، لأن التفاؤل فيه حسن ظن بالله. أما التشاؤم سوء ظن بالله. واحد مشى على الطريق، لا حس على الطريق، قال والله ما أنا مكمل هرجع، يبقى هو ده دخل في الذم. تشاءم بالحادثه دي، هم احسن ظنك بالله، توكل على الله وكمل طريقك. لان الطيره هذه هي مش الرجوع ده، التشاؤم ده مسلك من مسالك الكفار. احسن ظنك بالله وتوكل على الله وربنا هينجيك. انا عندي ظن عبدي بيه، ما تشاءمش. بس ما تصبحش اليوم مثلا ده النهار مش فايت ايه يا عم، لا لا لا, لا ابدا. ليه؟ نهار طيب الحمد لله، والنهار صالح، وإن شاء الله يكون فيه البركات وفيه الخيرات. أحسن ظنك بالله، لأن أنت لما تسيء ظنك بالله يبقى أنت في عندك خلل في الإيمان. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله. الذي تتشائمون به يعني الأعمال الذي يحدث لكم هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. تفتنون يعني أي تبتلون، بتمتحنون. انتبه الى ان الامتحانات مش فقط بتكون بالمرض او بالفقر، لا، الامتحانات قد تكون بالنعم ايضا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني ممكن النعم تأتيك في صورة نقم، والنقم تأتيك في صورة نعم. فاهم الكلمة دي؟ واحد ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بمال، قال له عطاء مال، بدل الناس نوعين بقى، واحد جاء مال عرف حق الله سبحانه وتعالى، اخرج الزكاه المفروضه وساعد الناس وساعد ذوي القربى وانفق المال وخذ منه حظ نفسه وانفق على نفسه انفاقا يا مستقيما. المال ده في حق الرجل ده نعمه، حظ رجل نعمه. والثاني ربنا اعطاه مالا مثل قارون،
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء لتعيي العصبة من الرجال، لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح مش المفاتح، المفاتيح مش الخزائن، المفاتيح الجماعة من الرجال لا يستطيعون رفعها. مع ذلك ربنا عمل فيه خسف، فخسفنا به وبدار الأرض. ليه؟ لأنه فسد بالمال ده، تكبر بالمال، طغى بالمال، استعمل المال في معصية الله، أذى به المؤمنين. يبقى المال ده إيه؟ نقمة. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون تختبرون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9، عددهم 9، والرهط في اللغة ما دون 10. التسعة هؤلاء دول أب، دول هؤلاء القادة في الكفر، القادة في الضلال، اللي هم كانوا بيقودوا الجماهير ضد صالح، ضد نبي الله صالح. هؤلاء 9 وصفهم الله جل وعلا بأوصاف، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يفسد في الأرض يعني كما قال جل يهلك الحرث والنسل، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذن إهلاك الحرث قتل الناس، وإتلاف الحرث كذلك، الحرث والناس ده إفساد في الأرض. حتى لو ادعى من ادعى أنه مصلح، هذا مفسد في الأرض. هو عمر الإصلاح يكون بالقتل ولا بإهلاك الحرث والناس، فساد. خليك من هذا الكلام، الكلام وهو يعجبك كلام يعني لا يغرنك لين من فتى فإن للحية لينا يتقى. الشاهد وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني كل عملهم فساد. طب خليك اخلط الفساد مع الإصلاح، حتى مرة يفسد ومرة يصلح، لا كله فساد. لذلك جاءت قوله ولا يصلحون، يبقى ما عندهمش خلط. الأعمال تمحضت لإيه؟ للشر. قالوا تقاسموا بالله، حلفوا بالله البعض، اجتمعوا مع بعض وربنا شهدهم من فوق 7 سماوات ومواقبهم وهم يفعلون ذلك. قالوا تقاسموا بالله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك لكن علمه الله بالوحي. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني التبييت يعني الإغارة عليه في الليل، حنقتله في الليل، البيات في الليل، لنبيتنه وأهله وكل أهل صالح نبي الله صالح، حنقتلهم مقتلة رجل واحد، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي. ما هو في الليل هيعملوا إغارة فين؟ في الليل. المؤامرة هنا سجلها الله سبحانه وتعالى وهو يشهدهم من فوق 7 سماوات، وكل الناس ربنا مشاهدهم، كل الناس لا يخفى على علمه شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ده في علم الله إيه؟ سواء. قالوا تقسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم ليه؟ لماذا تقتلوه؟ ده هو يدعوهم كما قال مؤمن ألف عام، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إيه ليه؟ ليه الظلم ده؟ لماذا هذا الظلم؟ المؤامرة والتآمر، الكلام ده بيتكرر في كل العصور مش مجرد في قوم صالح، لا المؤامرات دي بتتكرر، وهو القصص هكذا حتى يتعلم منها يستفيد منها أهل الإيمان. وكذلك تحذير لقريش برضك، لأن الصورة دي مكية، صورة النمل صورة مكية، وقريش كانت بتتآمر على النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الصورة هذه في وسط المؤامرة اللي كانت بتأمر قريش، مش هم كانوا يجتمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه، فنزلت هذا حتى يعلمهم الله جل أنه لهم بالمرصاد، ولكن القوم لا يعقلون. قالوا تقاسموا بالله، 9 اللي هم أهل الفساد دول، القادة دول، لنبيتنه أهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله
وإنا لصادقون، يعني ما حدش يقدر يكذبنا، اللي بنقوله الناس بتصدقه خلاص، هم الكبار وهم القادة وهم كل حاجة في أيديهم، وإنا لصادقون. ومكروا مكرا. في شيء بقى مش في الأرض، في شيء مش في الأرض بيدبر، في شيء يدبر لهم في السماء. ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا أمام المكر اللي هم بيمكروه وهم لا يشعرون. هم كانوش عارفين إيه اللي بيحصل، هم فاكرين نفسهم إن رب العالمين مش لا يراهم ولا يسمعهم. نعم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. إيه اللي حصل بقى؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. أنا دمرناهم التسعة دول، أول ناس جاءهم التدمير التسعة دول، قادة دول. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. عارف كيف دمرهم الله سبحانه وتعالى؟ لما عقروا الناقة، هم طلبوا ناقة من صخرة حتى يعجزوا النبي الله صالح، قالوا أخرجنا من هذه الصخرة ناقة، فخرجت لهم الناقة مبصرة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. هم اللي طلبوا الناقة، خرجت ناقة من صخرة. كيف تخرج ناقة من صخرة؟ الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خرجت لهم الناقة وحذرهم نبي الله صالح. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا، إياكم أن تقتربوا من الناقة، إياكم أن تتحدوا الله ناقة الله وسقياها، يعني احذروها. فكذبوه فعقروها، عملوا إيه؟ لما ذبحوا الناقة يبقى ده تحدي. وقالوا في الأعراف، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فربنا عز وجل أعطاهم في سورة هود، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. توم ثلاثة أيام اعملوا فيها ما تفعلون، عيشوا كما تريدون. قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. والتسعة دول بقى في الثلاثة أيام دول هم بقى أرادوا المؤامرة دي. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. صيحة، صيحة واحدة قطعت قلوب نياط قلوبهم، نقلت قلوبهم من أبدانها، صيحة واحدة. ومع الصيحة في الأعراف رشفة، زلزلة. يبقى زلزلة الأرض زي ما هم كانوا بيرجفون بنبي الله صالح يخوفوه، رجفت بهم الأرض زلزلة فأسقطتهم جميعا. وبعد ذلك صيحة قطعت نياط قلوبهم. ومكروا مكرا ومكروا، والتسعة دول مع بعض هلكوا مهلكا واحدا خلاف قومهم في هذه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، البيوت التي كانت تعج بالحركة والنشاط والمال والذهاب والإياب، خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأنفاس. وألقوا وأصبحوا في ديارهم جاثمين، ملقين على وجوههم هيئة مهينة ذليلة. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك، في القصة دي، لآية لقوم يعلمون. هيستفيد بالكلام ده الناس اللي بتعقل وبتفهم. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهكذا. فتعلم أن الإيمان هو من أعظم أسباب النجاة، وأن التقوى من أعظم أسباب عناية الله سبحانه وتعالى ورعاية الله، وأن المكر والدسائس والمؤامرات ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الحمد لله رب العالمين.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.